يا جماعة السلم ده ينزل على طول على المترو على الخليج أيوب السلطان أيوب. أوريكم يا جماعة الشارع. البناء أهو يا جماعة زي ما احنا شايفين. يعني عبارة عن طابقين من هنا دلوقتي. كل دول يا جماعة في شقة واحدة شايفين؟ الدوبلكس يا جماعة في الدور الثاني. مريقة لبلير مسنزرت فين؟ قبل ما اصور لكم المنظر والكلام ده، شايفين المنظرة وكل حاجة؟ خلينا ايه؟ نبص على المطبخ والحمام وبعد كده افرجكم على كل حاجة ان شاء الله. المطبخ واسع. الغرفة. الحمام. شايفين يا جماعة ما شاء الله المنظر. خط المترو تحتهم. بسم الله ما شاء الله. والتلفريك هنا كمان هوريه لكم من فوق من البلكونة. وتنزلوا تحت هنا على الشارع الرئيسي على طول السلم ده. دي الغرفة الثانية. فيها بلكونة كمان. وبرضه المنظر بتاعها ما شاء الله. شايفين الخط اللي هناك ده؟ ده خط المترو. بيجي قدام بيتكم. مسجد السلطان أيوب 5 دقايق من هنا. أيوب جاي من هنا. شايفين مسجد السلطان أيوب؟ أوريه لكم. اللي هناك ده يا جماعة مسجد السلطان أيوب ده. شايفين المنظر؟ شوف يا جماعة التلفريك اللي هناك ده. هنا ده التلفريك. خط المترو اللي تحت. ده يا جماعة الطريق اهو زي ما احنا شايفين. بالظبط من هنا 8 دقايق للفاتح، 5 دقايق لمسجد السلطان ايوب. وده مكان التلفريك. الفاتح اللي قصاد كل هناك ده يا جماعة. عايز اشرح لكم حاجة يا جماعة. شوفوا كده يا جماعة، انتوا هتجيبوا هنا كده كرسي، هتحطوا الترابيزة هنا، ولا حد بص عليكم من الجيران، شايفين؟ ولا حد بص عليكم خالص.
عندكم حوض الوش هنا كمان. شوفوا كمان اهو، انتوا هنا ما فيش حد ايه عندكم. السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. الدوبلكس ده في منطقة السلطان ايوب، 8 دقايق لمنطقة الفتح، 5 دقايق لمسجد السلطان ايوب، وانا بتكلم شايف مسجد السلطان ايوب هنا كهو. تنزلوا على طول تلاقي محطة المترو بيعدي على الساحل. الدوبلكس في الدور الثاني، تطلعوا بس دورين ما شاء الله. زي ما احنا شايفين هنا غرفة وغرفتين تحت وحمام، 3 غرف وحمام ومطبخ. السعر كان الملك نصر سنز، الملك بيت جنبيها دلوقتي، كلمنا مع الملك وقلنا له بكام عايز تبيعه؟ قال 800,000، واحنا بنمثلكم احنا علشان كده عايزين ناخد احلى سعر. قال لنا النهائي النهائي كان 785,000 ليره، يعني حوالي بالدولار 130,000 دولار. فطبعا لما انتوا تيجوا هتقعدوا مع المالك ان شاء الله منكم مباشره ليه. احنا علينا التعب اللي احنا تعبناه، نزلنا من 800 نزلنا 15,000 ليره، وانت منك للملك مباشره واحنا هنترجم معاكم. احنا مين؟ احنا اخواتك. دي حاجه. ثاني حاجه ان شاء الله هنكون معاكم لغايه ما تستلموا طابو الشقه، يعني طابو الدوبلكس. شكرا جزيلا، ونتمنى نشوفكم قريب في اسطنبول. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين انا وزوجتي نشتري شقه في اسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقه في اسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود استاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارحه على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائله الكريمه. والحمد لله والشكر مع متابعه استاذ علي، ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبه وحلوه وشريك المحترم. وانصح اي شخص يريد يشتري شقه في اسطنبول يتعامل مع استاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنيه صافيه ومحترمين، والحمد لله والشكر، واشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا ان نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقه. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعه وقفونا على صيته، ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكه التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة، يعلم الله.
ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين، صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال اليوتيوب ويختار شيء، وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، وإلهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه ولمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملون وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي الكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي فيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا علي، راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو في الفرن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حبي يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جات على أرض الواقع. هاي مسألة.
المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد ب 8 الصبح ولقيته ب 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجع. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني، أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه ما شاء الله ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أن أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه، وكان لي الفضل بعد ربنا في أنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على العملية. السلام عليكم، أنا الأخ مهند من بغداد، أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس بسعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة بصراحة. أنا يعني حسيت بالأرتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام. مشغول. أنت نصصن. إيه تشكر يا دكتور. أبد لطفا. السلام عليكم. أولا أقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان امين
مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات. دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو. يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو، صحيح او مش صحيح؟ لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ احنا. فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة، جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة، كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف، عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا. بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة. وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نكولي، كويس؟ بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة، كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية، يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله. واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله، واتطمنوا. اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.